بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم طلاب المستوى الرابع ماده الفيتوثيرابي صيدله الكلينيكيه. ان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض على الديزيزز كان بي تريتد باي هيربال ميديسن فور الجي اي تي سيستم. خدنا في المحاضره اللي فاتت وعرفنا اللي احنا فور تريتمنت اوف الجاسترايتس. احنا عندنا اكتر من نوع من انواع البيترز. خدنا المره اللي فاتت الترو بيترز الريال جينشين روت وعرفنا الفرق بين الفيرمنتد وانفيرمنتد. باذن الله النهارده هنكمل انواع الانذر تايبس اوف بيترز اللي هم بقيه الاربع انواع. الاروماتيك بيترز هنبدا بيها والبانجند بيترز والالكالويدك بيترز. الاروماتيك بيترز احنا عندنا اربع حاجات: الورموت، الكالاموس، البيتر اورنج بيل اند البليزديسيسيل. دي سبستانسز لازم ان احنا متفقين مع بعض اللي بيبقى فيها جزئين: جزء فولاتايل اويل علشان كده اتسمت اروماتيك، وبيتر برينسيبل. جنرال اكشن اوف الاروماتيك بيترز هلاقي ان هي لها انتي بكتيريال اكتيفيتي، ستيميوليت البايل سكريشن يعني لها كولاجو اكتيفيتي برضو، كارمينيتيف اسبازموليتيك. ده جنرال يوزس للاربع حاجات. اول نوع هناخده مع بعض من الاروماتيك بيترز هو الورمود او الابسنت. احنا بنستعمل الاريال بارت. النبات زي ما احنا شايفين في الصوره نبات بيلونج تو فاميلي استريسي، في اكتيف كونستيتوانت. اول ماده عندنا ماده الابسنتين هي طبعا دي الماده الاساسيه كبيترز. عندي الفولاتايل اويل الكامازولين. طيب هي كده بس؟ لا، انا عندي تو بويزنس سبستانسز هم يعتبروا ثلاث مواد: الثوجون منها الالفا والبيتا كونفيجوريشن، وده طبعا كيتون. ان اديشن تو ماده الثوجون اللي هي الكحول، وهنشوفها مع بعض في السلايد اللي جاي. طب ذيس تو بويزنس سبستانسز بتسبب ايه؟ بتسبب ديزنس، كونفولجن، وديليريوم اللي طبعا عندي في ديس اورينتيشن وهالوسينيشن. ادي صوره المركبات اكتيف كونستيتوانت. بس بلفت نظركم ان انا لو جبنا سؤال واقول ان انا عندي البويزنس سبستانسز اللي انا عندي تعتبروا هم اثنين، لو انا سايبه فراغين اللي بكتب فراغين ثوجون وثوجول، لكن لو قلت هم فعليا عندي الفا ثوجون، بيتا ثوجون، والثوجول. تاني مثال عندنا هو الكالاموس او السويت فلاج. طبعا ده انا مش محتاجه منكم الا كده نعرف ان احنا بنستعمل الستيم والرايزوم. الاكتيف كونستيتوانت هلاقيها فولاتايل اويل، هي نوعين: في سيسكتوربين دريفاتيفز يعني 15 ذره كربون، ان اديشن تو الباراسايمين. الباراسايمين هو مثال عندنا للمونوتيربين يعني توتال نمبر اوف كربون بتبقى 10. احنا خدناه قبل كده مع بعض في الفولاتايل اويل اللي عندي ده بيبقى هيدروكربون مونوتيربين. طب ان اديشن تو الفولاتايل اويل عندنا في ماده الفينايل بروبانويد، هي منها دي كلاسز، منها ماده البيتا ازارون. المادة البيتا ازارون دي مادة كارسينوجينيك وفي نفس الوقت لها سي ان اس سيداتيف افكت. يبقى انا قدامي طريقتين للتخلص من البيتا ازارون دريفاتيفز. اول حاجة ان انا لا اما بستخدم نبات الفرايتيز بتاعته بتبقى بيتا ازارون فري، ادي اول احتمال. او وجدهم ان انا لو انا عملت ماسوريشن في 60% الكحول هلاقي كمية تريسز اماونت اوف بيتا ازارون كان بي اكستراكت. تالت حاجة عندنا هو البيتر اورنج بيل اللي هو اللارينج. ايش اللارينج؟ اللي احنا بنعمله في البيت مربى. طبعا احنا بنستعمل الفروت بيل، درايد فروت بيل اوف سيتروس سبيشيز فاميلي روتيس. في فولاتايل اويل، ولكن ده طبعا نسبة الفولاتايل اويل اب تو 90%، من ضمنهم مادة الليمونين كفولاتايل اويل. ان اديشن تو عندنا في الفلافونويد. طب بتستعمل في ايه؟ نفس استعمال البيتر، بزود عليه حاجة واحدة اللي هي أبيتايزر. هو طبعا من الحاجات فاتحة للشهية كتير جدا، لمين؟ بالذات عندي للأطفال الصغيرين. فيبقى إذا عندك اليوزس مايلد سبازمونيتك انكريز الجاستريك جوس سكريشن، ما هو ده شغل البيترز أصلا. تريتمنت أوف لوس أوف أبيتايت، وأند طبعا تريتمنت أوف الديسبيبسيا اللي هو اللي احنا الكلام اللي احنا بنتكلم عنده إنديريس. البليستيسيسل، البليز دي سيسل برضو ده بيلونج تو فاميلي استريسي. هلاقي عندنا الاكتيف كونستيتوانت ماده النايسين which is بيتر برينسيبال، فولاتايل اويل، فلافونويد، التانينز. طب الاكشن ايه؟ هلاقي ذا سيم اكشن اللي هي انكريز السكريشن بتاع السلايفا والجاستريك جوس سكريشن، لكن عندنا حاجتين ونحط اكتر من خط تحت كلمه ذا اويل. ذا اويل نوت الاويل low bacteriostatic action against two species من الاستافيلوكوكس. فده اذا عندي هنا مهم جدا. ما احنا عارفين البليست سيسل as a whole انا بستعمله
as bitters ولكن الاويل بتاعه بيستعمل bacteriostatic against staph species. طيب احنا عندنا ثالث نوع من انواع البيترز اللي هو البانجند بيتر. البانجند بيتر الاقي عندي الجينجر روت اوف زنجبر اوفيسينال فاميلي زنجبريسي طبعا مونوكوت، لكن احنا خدنا مع بعض قبل كده مع بعض ان الجينجر بيبقى رايزوم. طيب امال احنا هنا ليه كاتبين روت؟ دي تعتبر تسميه تجاريه زي ما انتم شايفين قدامكم العبوه مكتوب عليها جينجر روت، لكن هو معروف اللي هو رايزوم ومعروف اللي هو شكل الهاند باللون الاصفر الفاتح، فدي تعتبر تسميه تجاريه ليست تسميه علميه. طيب الاكتيف كونستيتوانت عندنا في فولاتايل اويل سيسكتوربين، اللي هي سيسكتوربين اسمهم ايه؟ الزنجبيرين ده من اهمهم زنجبيرول. عندنا الكامفين سترال سينيول دول الاكتيف كونستيتوانت. طيب السيسكتوربين هو الزنجبيرين، طب الكامفين السترال السترال والسينيول السترال الدهايد السينيول اوكسايد، طب ان اديشن تو ذيس فولاتايل اويل عندنا اوليوريزن. طب وبعدين عندنا البانجنت برنسبلز او المسؤول على الطعم اللي هو الحراق بتاع الجينجر ماده الجينجرول اللي احنا يمكن قبل كده قلنا مع بعض وخدتوهم سابقا معانا في عندي في كوجنو 2 اللي انا ممكن بالتسخين بكي او اتش البانجنسي اوف الجينجرول ديسترويد. طيب بستعمله ازاي؟ انا عندي الجينجر عشان احنا عارفين اهم استعمال in addition to اللي هو being bitters يعني increase saliva secretion او stimulate the intestinal peristalsis movement او antispasmodic، هو الافكت بتاعه especially antispasmodic عندي للsmooth muscle انا بعالج بيه الموشن سيكنس. نحط خط تحت كلمة هو drug of choice for treatment of motion sickness، واحنا هنلاقينا ان شاء الله المحاضرة اللي هي اللاحقة هنقول الكاينيتوزيس كما ذكر بالظبط هنا اكزاكتلي على الايه الجينجر. وجدوا اللي هو كموشن سيكنس يعني ايه؟ انتي ايميتك اوكي بيبقى جريتر ذان ماده الدرامامين اللي هو طبعا دواء موجود في السوق. وطبعا يبقى اذا كده انا بقدر استعمله لفئات كتير، الناس اللي هي بتتاثر بالسفر، الناس اللي هي بتاخد عندي كيموثيرابي. طيب اليوزس احنا قلنا بيترز وموشن سيكنس، هل عندي له استعمالات تانية؟ ممكن بستعمله for treatment of arthritis, colic, diarrhea، ولكن هو طبعا نحط خط تحت كلمة it's a warming herb علشان كده احنا بنشربه مع القرفة كمشروب معروف متعارف عليه في الشتاء بيدي يعني دفء against حرارة او برودة الجو. طيب الفارماكولوجي زي ما انتم شايفين قدامنا في السلايدز، انا عندي في فينوليك كومباوند الجينجرول والشوجولز، عندي اسينشال اويل سيسكتوربين زنجبيرين، هلاقي عندنا في انذر سبستانسز كوركومين. لكن لما بتكلم على الفارماكولوجي اقدر اقول اللي هم اربع حاجات زي اللي موجود قدامك باللون الاخضر، انهانس الجي اي تي موتيليتي، ديكريز الكيموثيرابي انديوسد فوميتنج، ريديوس الاكسبيرمنتالي انديوسد جاستريك ليجن، and enhance the bile secretion. يبقى اربع حاجات في الفارماكولوجي بتاع الجينجر. طيب هل في استعمالات تانية؟ طبعا من الحاجات العاليه جدا انتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري وبعدين انهبت البليتريت اجريجيشن، هتقف عندي في مشكله بدل انهبت البليتريت اجريجيشن يبقى اذا انا عندي قد يكون هناك ليميت للدوز. طب انا ليميت الدوز عندي قد ايه بالنسبه للجينجر؟ انا الحد الاقصى للاستعمال اليومي 4 جرام، والفور جرام دول مش قليلين، ده كمية كبيرة. طيب هنا ما بيأثرش، طب لو أكتر من 4 جرام يبقى هيأثر على البليتلت أجريجيشن. يبقى إذا إحنا هل في دوس أدفيرس إفكت؟ ممكن بعض الأشخاص رير يديني هارت بيرن أو إحساس طبعًا إريتيشن في الاستومك. إنتر أكشن الكلام المكتوب قدامنا اللي هم لسه مش قادرين يحددوا. فريات مودلز هل له تاثير او انتر اكت مع الوارفرينز ولا لا، ولكن احنا ناخذ في الاعتبار ان التجارب دي تعتبر اكسبيرمنتال على انيمال، كون اللي احنا معروف اللي فيه ليميت للدوز 4 جرام يبقى مور ذان 4 جرام بير داي كان افكت البليتليت اجريجيشن، وبالتالي انا مش هجازف اللي اقول له اصل هم لم يثبتوا ذلك حتى الان، لا انا بقول كوشنز اللي انا بنصح المريض لا تستعمل مع اي مريض بياخد انتي كواجولانت سبيشالي الوارفرين. جبتها مره ده سؤال وانتم يمكن عندنا في اخر الكتاب
في اسئله متجمعه، فانتوا هتلاقوا عندك في ام سي كيو بقول لك يعني على ما اتذكر السؤال، يا اما بقول لك ايه الدوز الماكسيمم. يبقى اذا لو انا قلت الدوز ماكسيمم يبقى انا عندي ال 4 جرام بير داي. طب مور ذان دوز ايه بيسبب المشاكل؟ اكتر من 4 جرام بير داي. طيب في عندنا ديفرنت بريباريشن موجوده في السوق، ممكن باخده از باودر، كبسول، ليكويد اكستراكت، تينكتشرز او كاندس. طبعا هو زي ما احنا شايفين في السلايد قدامنا في اشكال كتير من الدوزج فورم. يمكن في جنوب شرق اسيا بيستعملوا ادبك المخللات زي الكيس اللي هو فاتح قدامنا ده. طب وايه في كمان؟ سوفت درينكس بيبقى مينلي من الجينجرول. اوكي، ودلوقتي بقى في باكتس موجوده يمكن في السوق عندنا هنا في مصر، بيبقى عندنا الجينجر مع اللايم. وطبعا احنا عارفين اللي هو ذكر في سوره الانسان ايه، ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيل. طبعا هو من الصيدليات الطبيعيه الحاجات اللي هي تضم لقائمه، زي ما احنا خدنا المحاضره اللي فاتت الكاموميل من الحاجات المفيده جدا، يبقى احنا عندنا الجنزبيل من الحاجات المفيده جدا نستعملها كلنا باذن الله. طيب الالكالويد بيترز، الالكالويد بيتر هو مثال واحد ماده الكينين، وطبعا علشان الانبليزنت سايد افكت ما عادتش بتستعمل حاليا. طيب احنا كده خلصنا مع بعض البيترز. بيجي سؤال ازاي؟ لا اما بسالك واقول لك البيترز اتكلم عنها التايبس، الجنرال ميكانيزم اوف اكشن، والاكزامبلز. طبعا هنا انا بفتح لك السؤال، المفروض اما بقول التايبس يبقى لازم الاول بتقول لي هم اربع انواع، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبعدين تتكلم في كل نوع الاول تقول لي امثلة، فاب عندك وقت بتتكلم بريفلي على كل حاجة. في احد الامتحانات انا جبتها بتكلم على الاروماتيك بيترز، هنا انا بخصص لك الاروماتيك بيترز. يبقى احنا بنتكلم من اول زي الجزء بتاع المحاضره، يبقى انا عندي الفور اكزامبل. يبقى باختصار انت بتكتب هما جنرال بيأكتف كونستيتوانت ازاي، وكل مثال والكوشنز بتاعته باختصار شديد. في ناس للاسف وهي بتحل السؤال ده بتسهب في الكلام عن حاجه واحده بس، وبعدين ما تلحقش تكمل بقيه الحاجات. لا، انا انت عرفني ان انت عارف الكل وبتختزل او بتختصر الكلام بتاعك عن فهم. طيب لو جينا نرجع في المحاضره اللي فاتت قلنا احنا اصلا شغالين فين في تريتمنت اوف الديسبيبسيا، فكان اول حاجه لاين اوف تريتمنتس هو اليوبيبتكس او البيترز، تاني لاين اوف تريتمنتس هو الكولاجوج او الكولوريتكس. عندنا فور اكزامبل ارتيتشوك اللي هو الخرشوف، البولدو، التيورميريك، الدندلاين. الارتيتشوك هنستعمل منه الليف اللي هو الخرشوف، البولدو ليف، التيورميريك انا بستعمل الرايزوم، الدندلاين بستعمل حاجتين، بستعمل الروت وبستعمل عندي الليف. الكولاجوج، ايه الفرق بين الكولاجوج والكولوريتكس؟ انا اقول الكولاجوج طبعا ده الايجنت ستيمولييت الفلو اوف بايل او البايل سيكريشن، كولوريتكس ده ايجنت ذات بروموتس البايل سيكريشن باي هيباتوسايتس. هنيجي نشوف مع بعض عندنا ايه حاجه بالتفصيل. اول حاجه عندنا الارتيتشوك انا بستعمل اللي هو ليفز اوف السيناره فاميلي استريسي زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا الخرشوف احنا عارفينه ايه، احنا عارفينه اللي هو بالنوره بتاعته اللي هي الجزء اللي بيؤكل في قاعده النوره معروف زي ما موجود في الصوره، ولكن احنا بنستعمل مين؟ بنستعمل الليف. الاكتف كونستيتوانت اوف الارتيتشوك ليف هلاقي سيسكتوربين لاكتون، فلافونويد، كافايك اسيد دريفاتيفز. اسم الكافايك اسيد دريفاتيفز هو ماده السينارين. طيب هي ماده السينارين هي المسؤوله على الكولاجوج اكتيفيتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا من الحاجات الشهيره جدا زي ما موجود قدامكم في العبوه ماده السينارين. ان اديشن تو الكولاجوج اكتيفيتي لها هيباتو بروتكتيف افكت. يبقى مين المسؤول على الكولاجوجز اكتيفيتي في الثلاثه اكتيف كونستيتوانت اللي هو كافايك اسيد دريفاتيفز السينارين؟ ان اديشن تو اللي هو تريت الفوميتنج، نوزيا، ابدومينال بين، كونستيبيشن، فلاتولنس. 100 خط تحت كلمه هيباتو بروتكتيف افكت. طب هل في كونترا انديكيشن؟ كونترا انديكيشن في حالتين، وذا سيم كونترا انديكيشن هتبقى في اربع الامثله بتاع الكولاجوج والكولوريتكس. ذا سيم اللي انا عندي ان كيس اوف جول ستون اللي هو كولوليثيسس او البايل داكت اوكلوجن، لان احنا قلنا مش منطقي اما يبقى الشخص عنده حاجه تعبانه اللي انا اضغط عليها في العمل.
تاني مثال عندنا في الكولاجوج والكولوريتكس هو البولدوليف. البولدوليف احنا بنستعملها هي بلونج تو فاميلي مونومياسي. انا يهمني في كل الاكزامبل بتاعتنا الكومن نيم فقط. عندنا فولاتايل اويل فلافونويد، ولكن الاكتيف كونستيتوانت المسؤوله على الكولوريتك اكتيفيتي هي الالكالويد ماده البولدين. الفت نظركم زي ما هو موجود قدامنا تنتهي ب اي ان اي، لكن في انذر سبستانسز هي البولدين من غير الاي، ودي تعتبر اسمها بولدوجلوسين او جلايكوزايد. بناخد بالنا كويس لما بيجي ناس نسال بنركز عندي بتنتهي بحرف الاي يبقى ده الالكالويد which is responsible for البيولوجيكال اكتيفيتي as choleretic action. لكن البولدين وزاويه الاي ده جلايكوزايد واسمه another name اللي هو بولدو جلوسين. هناخد مع بعض البولدوليف انهبت اللي بيروكسيديشن، خط تحت كلمه هيباتو بروتكتيف. عندي تريتمنت اوف ديسبيبسيا ابدومينال كرامز كونستيبيشن، كل دي اعراض الديسبيبسيا. عندنا هنا بتستعمل another uses خارج الجي اي تي اللي هي لها diuretic action the same contraindication as the artichoke. التيروميريك اللي هو الكركم طبعا احنا بنستعمله في البيت ومعروف الكركم سواء البودر، بيبقى بستعمل الرايزوم كركم لونجا او اللي هي دوموستيكا فاميلي زنجبريسي. طب نربط بقى احنا كده الكلام مع بعض، فاميلي زنجبريسي يبقى زي مين؟ يبقى زي الجنجر، يبقى زي الجنجر. هلاقي عندنا عشان نبقى احنا عارفين سواء الجنجر او الكركم الاثنين بيبقوا فيهم نسبة ستارش عالية جدا، وبالتالي ازلي اللي هي الحشرات تنجذب اليهم. علشان كده سواء احنا بنشتريهم عينة انتاير، وده افضل ذلك اللي احنا بنشتريها انتاير ونطحنها في البيت عشان سهل الغش، اوكي تتحط في التلاجة علشان بمنع الانسكت اتاك. طب انا بلاقي هنا اكتف كونستيتوانت، هلاقي كوركومينويدز فيها اس، يعني دي مجموعة من المركبات من ضمنها مادة الكركمين. طبعا في بيولوجيكال اكتيفيتي عالية جدا جدا عندنا بالنسبة للكركم، سواء بيباع از اكستراكت الكركم از هول ده بتبقى له دوزس، او بيبقى عندي اكستراكت بيقول لي السترينث بتاعها فيها قد ايه، كام ملي جرام من الكركمين بيور. هنلاقي مع بعض نلاقي عندنا من الحاجات العاليه جدا لا انتي انفلاماتوري افكت، هتلاقي اكزاكتلي في امتحان كده كركمين از انتي انفلاماتوري باي 1 2 3، وادي الاجابه عندنا ليه هو بيشتغل انتي انفلاماتوري. هلاقي اللي هو دايركت اكشن اون ادرينال كورتكس، تاني حاجه انكريز السيركيولاتري كورتيزون لانه بيقلل انهبيت الكورتيزون ميتابوليزم في الليفر، انهبيت البرودكشن اوف الانترلوكينز اند تيومرز. طيب هو معروف ايه؟ هو برضو هنا كلمة روت تعتبر التسمية التجارية. اوكي؟ احنا بنستعمله موجود عندي استعماله الاز طبعا كويندمنت وكالرينج ماتيريال، سواء احنا بنستعمله في الاكل عادي وهو شهير جدا 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 في الهند، وبالتالي حتى اسمه كومن نيم انديان سافرون. طبعا السافرون ده من اغلى الكويندمنت، فالانديان سافرون ده نقصد بيه اللي هو التيروميريك او الكركم. طيب بستعمله ازاي؟ احنا ان اديشن وما ننساش مين اللي عندي انتي انفلاماتوري. طيب هنا دلوقتي ايه؟ احنا بنتكلم على الكولاجوج والكولوريتكس، يبقى اذا هيتزود البايل سكريشن، يبقى اذا عندي هنا تراديشنال في الهند طبعا فليفرنج ايجنت كالرفول كويندمنت ايروفيديك ميديسن امبروف الابيتايت، لكن هنا طبعا بيعالج تريت الجول ستونز والاذر بيلاري بروبلمز وفور تريتمنت اوف الديسبيبسيا. طب هو في ايه كمان ممكن بستعمله في الجونز عندي وفي روماتيك ديس اوردر؟ طيب هنا بلاقي بيعمل حاجات كتير جدا الكركم، هايبر تريتمنت اوف هايبر كوليستيروليميا، انتي اوكسيدنت، كانسر بريفنتيف، and كمان can be used for cardiovascular diseases anti-aging. anti-aging من الحاجات العالية جدا في الفارماكولوجي. انا ما يهمنيش الا الجزء فقط اللي عندك باللون الاحمر اللي هو inhibit cycle oxygenase، الاراكيدونيك acid release، anti-platelet aggregation، fibrinogen lowering properties have also been demonstrated in addition to a
ان اديشن اللي احنا بنزود عندي هنا في الفارماكولوجي الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي على الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم في الاول. طيب ايه كمان؟ زي ما احنا شايفين انا مش محتاجة الا الكوركومين هنا. الكوركومين itself can be used as protection against toxins, hepatitis C virus and HIV. يبقى اذا هنا مهم جدا نعمل هايلايتس على الحاجات دي، وخصوصا اللي احنا عندنا هيباتيتس سي فيروس كتير في مصر. هل في سايد افكت؟ نفتكر كده مع بعض. هو ممكن يعمل بيرنينج سنسيشن، لكن نقول مع بعض في انتر اكشن. انا اتوقع زي ما نربط مع بعض كده زي الجينجر، لو انتي بليتلت اكتيفيتي، وبالتالي هاخد بالي عندي دراج انتر اكشن مع مين؟ مع الناس اللي بتاخد انتي كواجولانت دراج. طيب في دوزس؟ في ديفرنت دوزس كتير جدا موجوده في السوق، لكن ناخد بالنا كده مع بعض. الافضل ان انا ما ازودش الجرعه عن 4 جرام بير دي، تعتبر تقريبا نفس الجرعه بتاع الجينجر ده لو انا باخده تيروميريك اس باودر. لكن ناخد بالنا كده مع بعض، هلاقي اللي انا بقول 1 to 6 جرام بير دي 3 تايمز ديلي، whereas الدوزس اوف الكركمين 400 ملي جرام 3 تايمز ديلي. ده اقول ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده اما انا بستعمل الكركمين بيور، يبقى اذا هنا الدوزس قليله جدا، فاحنا خط على جاست. انا مش محتاجه ان احنا نعرف اللي انا عندي، برضو انا هعتبر مجازا تسهيلا عليكم اللي انا الماكسيمم دوز في الكركم والماكسيمم دوز في الجينجر ال 4 جرام. طيب الدوزس ماكسيمم عندي هنا او الدوزس اللي بتستعمل الكركمين بيور 400 ملي جرام 3 تايمز ديلي. الداندلاين روت، الداندلاين روت انا بستعمل روت والليفز، هلاقي عندي الليفز هتفرق معايا في 1 يوز بس. طيب فيها اكتف كونستيتوانت ايه؟ بصوا معايا على الاستراكشر، انا ليه حطاه؟ انا مش حطاه علشان اللي انت تحفظه، انا مش هجيب فيه، لكن انت عارف انا قدامي تو كايند اوف اكتف كونستيتوت. التراكساسين مركب قدامكم زي حجمه صغير، ده سيسكوتربينويد، وعندنا التركسرول ده تراي تربن. يعني ده التركساسين طبعا ده يبقى 15 ذره كربون، التركسرول ده 30 ذره كربون. طيب يبقى سيسكوتربينويد، تركساسين، تراي تربنول، تركسرول، طب ان اديشن تو كلوروجينيك وكافايك اسيد. اما بلاقي عندي حاجه فيها كلوروجينيك وكافايك اسيد هتوقع بيولوجيكال اكتيفيتي هيباتو بروتكتيف على طول. طب في ايه اكتيف كونستيتوانت؟ الانيولين، فيتامينز، مينرالز، وفلافونويد فايتوستيرولز. انيولين عشان نبقى احنا عارفين، يمكن هقول لكم الانيولين ده عباره عن ايه. الانيولين ده كايند اوف البوليساكارايد، بيبقى خاص في جذور نباتات بيلونج تو فاميلي استريس. البوليساكارايد ده بيبقى عباره عن تيرمينال جلوكوز، وبعدين بيبقى بوليمر من مين؟ من الفركتوز، فيعتبر مجازا احنا بنسميه فركتان، ده الانيولين. ومن حاجات الكاركترستيك فيتشرز المهمه جدا لجذور النباتات بيلونج تو فاميلي استريس، هلاقي عندنا هنا بستعمل الداندلاين روت في ايه؟ مانجمنت اوف الليفر وديجستيف ديس اوردر. ابيتايزر بنزود عليه ابيتايزر، يعني زي مين؟ زي عندنا الابيتايزرز زي اللي هو البيتر اورانج بيل. كولاجوك كلوريتك، لكن الليف بتستعمل از دايوريتك، يبقى اونلي ليفز كان بي يوزد از دايوريتك. طيب ثيرد لاين اوف تريتمنت اوف ديسبيبسيا، بلاقي عندي الكارمينيتيف، اي فولاتايل اويل او اي نبات كونتين فولاتايل اويل كان بي يوزد از كارمينيتيف. زي ايه؟ خدنا قبل كده الكاراوي، الفينيل، الانايس، الكاموميل، البيبرمنت، البيبرمنت، كل الكلام ده كان بي يوزد از كارمينيتيف. عندنا من امثله الكارمينيتيف الانايس، عندي في ماده الانيثول وكافايك اسيد وفلافونويد، الفينيل في انيثول وفينشون، الكاراوي في الكارفون، البيبرمنت عندنا البيبرمنت في 3 سبستانسز، ويمكن انتوا خدتوا البيبرمنت مع دكتورة أمل في جزء الريسبيراتوري اللي هو انهانس او السيميليتد كورد ريسبتور. فانا عندي البيبرمنت بيستعمل فيه 3 اكتف كونستيتوان، منثول،
ده الكحول فولاتايل اويل، منثون كيتون فولاتايل اويل، منثايل اسيتيت. اوكي طبعا يبقى اذا هنا كل الحاجات دي اكزامبل اوف الكارمنتيف. طب اذر هيربس كان بي يوزد فور تريتمنت اوف الديسبيبسيا، اول تشيلي او التبر اللي هي اللي عندي الكابسيكوم. انا يهمني بس احنا عارفين في ماده اللي هي البانجنت الكالويد الكابسايسين وداوت اي، ده من الالكالويد اللي هي ما بيبقاش فيها حرف الاي في الاخر. طب ممكن بتتاخد ازاي؟ بتتاخد عندي جيلاتين كبسول كونتيننج في تركيز قليل جدا 0.5% جرام بير كبسول تو بي تيكن بيفور المي. احنا كده هل في عندنا هيربال فورمولا فيها حاجات تعالج كل الجاسترايتس؟ هلاقي هلاقي عندنا كلمه ابروجاست، ويمكن الاسم الفورمولا دي انتوا خدتوها السنه اللي فاتت مع استاذنا دكتور عبد الرحيم في الايه في الكواليتي كنترول. الابروجاست ده عندنا دو بريباريشن موجوده فيها اربع، يعني اربع حاجات، لا لو انا جيت عديت قدامنا كده خمسه كومبوننت، فيها بيبرمنت وكاراوي، فيها كامومايل، فيها ليكوريش، فيها ليمون بالم. هلاقي عندي البيبرمنت والكاراوي هاز كارمينيتيف افكت، الكامومايل كارمينيتيف وانتي ألسر، عشان ايه؟ علشان الالفا بيتا بلول والميوسيلج. ليكوريش فور جاسترايتس، وهناخده ان شاء الله المحاضره اللي جايه، بدايه المحاضره اللي جايه على طول. عندنا الليمون بالم عندي كارمينيتيف وسبازموليتيك. هتلاقي عندكم في ضمن الاسئله اللي موجوده في الكتاب، لو انا بقول لك جيف ان اكزامبل اوف هيربال فورمولا فور تريتمنت اوف الديسبيبسيا، انت بتكتب اسم الفورمولا، اسم الكومبوننت، والميكانيزم اوف اكشن بتاعها، او كل حاجه بتشتغل ازاي. اشكركم، نكمل مع بعض باذن الله الجزء اللاحق من اول تريتمنت اوف الجاسترايتس.